إخوان السلام عليكم، اسمحوا لي لابس الكبوط لأنني ما عملش الشوفاج بكري باش يسخن تسخن اسمو البراقة، داكشي عشان لابس الكبوط كي غنحيدو من بعد نتي غير ما تسخنش شوية ونحيدو، يعني هنا قالك المدام قالت لي البس كبوط راه البرد، يعني واحد ملي يشرف العظمة ديالو تولي راشين. اليوم سيدي تنشوف ما عندي ما نشوف داكشي اللي تيقول فيه هو حنا قلنا هادي عامين باش الهضرة اللي داك اسمو داك اسمو الخراز عبد القادر الخراز الكوميسير حنا شي القديمة قال هاك الكوميسير هذاك تيتكلم على هادشي اللي وقع في المغرب وعلى الكارثة تاع الدار البيضاء وديك الدري الصغير اللي في في في, في الجبل اللي تي اللي مسكين تيعمل واحد النداء باش يتكسى قال لك فين هو الدور ديال الجمعيات تيسقسي فين هما الجمعيات ايوا هو دابا هاد الخراز هذا وزعما كاين راه بوليسي تيعرف التقوليب ديال البلاد يعني هو تيعيش تما انا متنعيش تما ولكن انا تنعرف بأن الجمعيات سمحوا لي يعني خص الهضره واخا اليوم جمعه ما كاين بس الجمعيات داكشي نحيد السميه ديال الجمعيه حيدها داكشي علاش نرجع دا معهد لانني ما بغيتش نكون معاهم داك اللقب لان يقول الجمعيات كلهم هاد القحاب حاشا كلهم اقولها واعدها والمروكي يتحمل مسؤوليتها نتي راه حنا ما تنجيش نسبو على هذاك الشيء راه تنعملو البحث وتلنا هذا والو ورغم حنا ما قارين ما والو راه غدا في عينا جبهه بحال هما دافعين جبهه غير حنا تنعطيهم واحد تنشوهو بهم علاش لان دابا هذا ما بقاش يستر على حتى شي واحد هذا خرج لكم من القبله من القبله خرج لكم من القبله دابا هذا تيشوه بكم غير انه هو دابا خص دوك الجمعيات ولا هادوك دوك الموظفين ولا دوك اش ما يقولوا لهم البرلمانيين هذيك العام ديال الحقره انت برلماني ولا انت يا الخليفه ولا انت المقدم ولا انت الولي راه يدكم في حبي حاشاك راكم ما تتسوا والو راه حنا اللي تنخلصوكم بالضرائب تاع الخمر الضرائب تاع الخمر هي باش تنخلصوكم انتوما خدامين عندنا مين نتوما تعرفوا بين علاش يقولوا هنا في الانجليز سيفل سيرفنت تسميهم لانهم تخدموا نتوما جات صحاباتكم بحال تخدموا عندكم راح تقول
واش انا هذاك البرلمان اش فيه؟ ذاك البرلمان اش فيه؟ اش فيه؟ قول لي شي واحد يتكلم، كاين شي برلماني تكلم على الدار البيضاء؟ فين هما ذوك البرلمانيين هذوك ولاد القحاب هذوك ولاد العاهرات ولا ولاد الشرموطات ولا كيما بغيت تسميهم سميهم؟ ما لهمش يخرجوا يتكلموا، لانهم واكلين من الكعكاعه واكلين الحلوى، لانهم هما اللي خربوها، هما اللي تسببوا في داكشي. كيفاش غادي ينوضوا بديت يدافعوا على الدار البيضاء؟ انا نقول لك انا ماشي سوقي، فهمتي ولا ما فهمتيش؟ عاود نكررك، فهمتي انا ماشي، انا ما جيتش باش نفهم عليكم ولا تفهموا عليا ولا نفهموا بعضياتنا. ما جينا حنا، جينا هنا تنقرقبوا النميمه، تنجيو هنايا تنبرقو، تنبرقو. قال لي واحد النميمه حرام، عرفنا النميمه حرام، وتاكل فلوس الدوله ماشي حرام، ها وما تقومش بشغلك ماشي حرام، وتجي معطل 11 نهار ماشي حرام، ها وتستعمل الطوموبيله ديال السيرفيس ودي بيها مرتك الحمام ولا دي بيها نسيبك السيد ولا دي بيها ولدك المدرسه، هذاك ماشي حرام؟ لا قول لي، وا قول لي اشنو هو الفرق بين، علاش حنا درنا هذه الجمعيه هذه؟ ماشي جمعيه هذه، هذه جروب، هذا النميمه، النميمه نيوز فروم يونايتد كينغدوم. هادو الناس، هادو الناس اللي تيجيبوا لنا الاخبار في عبر انحاء العالم فيما كنتي تطلعوك. علاش؟ لانهم عندهم هذه الوسيله، ماشي وسيله للمراه صاحبة الحمل حامل، لا وسيله اخرى. هذه الوسيله دابا اللي تعطينا النميمه، وسيله تعطينا النميمه بحال بحال وسيله مره تعطينا النميمه، علاش؟ فلهذا في كنا هنا، كنا في البار، اش كنا في البار سيدي، ملي كنا في البار نقول بسم الله على صحتكم. هاد البيرة تاع تشيكوسلوفاكيا، واحد قال لي بان هذيك بود فايزا تاع تشيكوسلوفاكيا معروفه، هذه قلت لكم شحال من عام، ذاك العام الجاي قلت لكم، ودابا الناس اللي ما تيشوفوش الفيديو اللي تسحبوا لي كامبو، ولكن امريكا شرا من عندهم وبلات امريكانيه، فهمتي كيفاش القضيه؟ داكشي علاش هي عرفناها بود فايزا راه تشيكوسلوفاكيا، ملي كانت تشيكوسلوفاكيا دابا مابقاوش، دابا ولات سلوفاكيا و تشيك، تشيك ريبوبليك و سلوفاكيا، هذا فهمتي كيفاش القضيه؟ مكلاش خويا من ناحية هادشي ديال هادشي ديال المحرمات، راني مشيت لمحاربة المحرمات، قريت فيها، إيوا علاش أنت ماليش، ما نقولكش لك قاري، من واحد ما قاري والو، أنا قاري غير باش نشرب مع راسي، نشرب وصافي فهمتي. فخباركم بعدا، فخباركم غدا مع الربعة الصباح، غدا ولا نهار الاثنين، غادي نسدو عليكم، ما بقينا ما عندنا ما نديرو بكم، 10 أيام تقولوا ما عندنا ما نديرو بكم، صافي التركي. صافي كاع يسد ديال الدولة هادي، يسد على هذا صافي، واللي بغى يجي يجي خصو يجي يجي عندو داك البرا، داك البرا وداك كلشي، ويجي يدخل 10 أيام ديال الكارونتين، ندوي مع الكلاب يريح معاهم تما، سدين العوك تاري داك سامي دو برازيل، سامي دو برازيل ما يقدرش يجي عندي والو، هو ولا الكلب سدين على على ساوث أمريكا، سدينا عليهم كلهم ديك ساوث أمريكا، وسدينا على على بلقيس باش ما يخدموش لهداك التقاليب. مشيت لبرقيز وبرقيز حتى هي في اورو ونسلت، لا سدينا ديك برازيل وسدينا، سدينا البرتغال وسدينا كاب فيردي، تا ملي كاب فيردي شي واحد يدخل من افريقيا تا هو سدينا على ديال المهم، ما كاينش اي واحد، اي دوله عندها علاقه مع البرازيل تيتكلموا ديك اللغه ديال هذاك المهم اسباكا بورتغيز، ما بقاش تاكل. انا ذوك البيرات اللي باقي عندي جاب الله باقي حافظهم، هذيك البيره ديال البيره قال لي واحد برديز اش يقولوا الملوك البرقيز، ما عندهمش مع البيره، اي وعندهم مع بوت، بوت عارفين شنو هو بوت؟ ها شتي فورتيفايد بوت، ها شتي، ها شتي هذا بوت، هذا مع واحد الفرماج ستيلتون والسلاري و القاق، القاق البيسكيت تشيز بيسكيت، هذاك بوت عظام. مانيش فاش لحقنا، لحقنا البرتقيز مانيش، هذا بالك اسمو هذاك الجزار، الجزار الخراز الله يمعرف المخرز هذاك البوليسي، انا قال لهم تا هو ايوا اشتي هو تو تو هو قال كاع الجمعيات عاد عقدي دال دابا عاد عقدي تختي اختي التقاعد مع البوليس وكل شيء، عاد تكلم علاش ما تكلمتيش ملي كنتي مع البوليس؟ وعاود ثاني ثاني عاود ثاني اليوم شوف حنا عندنا العداله، العداله نادو صحاب الشركه ديال لاسورونس بغا يقول عباد الله، قال اليوم حق هذاك كوفيد ما مكيناش في اسمو في الكونترا ديال لاسورونس في البوليسي، نادو دعاهم الهاي كورت هما يقول لهم الهاي كورت لا خلصوا الناس،
دابا دوك الناس اللي سدوا على قبل كوفيد وخسروا غادي يطلبوا الفلوس من عند لاسورانس تخلصهم. اليوم هاي كور جاجمنت ما كاين والو هلا شتي. وشكون اللي عاوناتهم؟ هذاك ديال هادشي ديال الفاينانس ديال الجمعيه ديال الفاينانس هذوك الامبودسمان هو ينال عاونهم شتي. حنا في المغرب لا لا لانهم على الحزب ديالو ولا شحال ما يتكلموش عليك والو. وين حنا نيت المغرب عندناش لاسورانس حتى واحد ما تيسوري كلشي ما تيسوري اش على البخ في المغرب والو. عندنا كاع داكشي داكشي اللي كاين هما واجي ما كاين والو. شوف بعدا تشوف الدار 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 ديال ماك تشوفها مسخه من برا. لان شوف انت خلينا نتكلم معك ونفسر لك. انسان هو الاناقه فهمتي. خصك تعرف كده. انا دابا نخرج القاعده ديال الزبل قدام داري نهزهم وندخلوا الحب في الطارو فهمتي. لان واحد يبغي يقعد على سرقيه هو انت يا باك ساكن في الدار 50 عام قال لك ولدت مع الجدو ورتي وما عمرك مسبقتيها عمرك مش تشوف داك الشيء تحت النار تجيبها له وتجيب البنا يدور معاه ويدير ديال الكاياس وكشي ويسدك ما بقيتهم شويه هذا وكاين شويه القحاب اللي كنا تيكاري باش يخلصوا من الدار ما ساكن تما ملي خلص لك راه لا والو. قال لهم حق الحسن الثاني قال لهم واحد العام اللي ساكن في شي دار يبقى فيها ايوا هذه قال الحسن الثاني. ولكن الوقت تبدلات كلشي تبدل دابا يعني كل سنين تزيد على ديال الموت 100% كيما درنا حنا مع الكراري ما باش يحشم. كانت امي كاري لي 25000 ريال فهمتي. وذاك حشمات من المسكينه قال لي واخا اعطيني 20000 ريال ومن الدور نرجعوا لك 25000 ريال. امي ما تديلها فيه الصدق ديال قال لا انا ندير معاك 20000 ريال. قلت له ما كاين مشكل ومن غدا غادي نزيد عليك 8%. قلت له دوز 3 زيد 8 شتي. كان ندير وحنا قلنا ليه 25000 تبقى في الكونترا وعطينا غير 20000 ريال هو بيرجع 20000 في الكونترا. قلت له واخا ما عليناش بخدم مع تقول بحال قال لي حنا ما محتاجينش انت اللي محتاج هاي 8%. قال لا قلت له ما قلتش الافراغ لا 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 بيخلص ما كاينش تفليه قال له القحافه تيسكن تما ما تيديروا لا اصلاحات لا والو باقي تما هذا هذا. قال حق المالك قال باقي يسكنك عنده اللي يخلي لك المساله. قال الحسن الثاني الحسن الثاني فينا الحسن الثاني ولا في التاريخ. فاش لحقنا قال لك هذيك سيدي سليمه تكلمت لكم عليها ولكن شوف المغرب شوف الله يرحمك لو بغيت تكلمني على شي حاجه اعطيني الاسم ديال الشخص المنصب ديالو فين واش يدير والعماله والمدينه ماشي تقول لي عندنا واحد لا عندي جوج عمك تكلمت معاك ايوا تقول عندنا واحد ما واحد لا لا هذيك هذيك مابقاش تاك هذيك تنسميها هذيك لا لا حنا بغيت نتكلم مع شي واحد ودير لكم عطيني اخو شي معلومات فيدني الله الله فيدني. وكاين واحد الميساج اسمه فيدني لا قال لي انت تتفرج فيلم القدام حيت هو صغير ما تعقلش على فيلم القدام ديال المصريين ديك فوق الشجره ما تعقلش عليها ما عليناش. فاش كنا بديك سيدي سليمان داك سيدي سليمان معروفه وقيله هي اللي فيها لي كاب دو فال سيدي سليمان. كاين واحد يقول لي عباس شوف على السميه عنده حتى انا واخا كنت تقرا ما عرفتش تقرا والله ما تعرف تقرا هذه السميه هذه عباس زبندر زبندز زبندز شو على السميه هذه. هذا هو الوكيل الرئيس المجلس البلدي ولا ديال البرلمان ما دير لهم والو ما دير لهم والو. وهذه الداخليه عند المفتي شنو كاين ديك المراه اللي دايره بحال الراجل العدوي اللي خوها لابس كبوت كبير تريح ديك القضايا هذيك العام هذيك اللي عطات له التريزاسيون الاخنوش باش يبدا يبني في ذاك اسمو ذاك اسمو التخزول بدا يبني جيل الحسن ذاك الهريب القلا وكل شيء شاش المساله هذي. ما عندناش فاش كنا في التخزول لا ما كناش في التخزول كنا في سيدي سليمان. سيدي سليمان هذا عباس البندز سميه هذا عباس ولا ما فهمتو السميه ديالو. هذا واحد ديال كان ما يسواش عرفتي راه دخل ديال المتواضع على اللائحه ديال الكو الفاسدين. حنا معنا دخل ما كاين والو ما خاصين والو حنا باك ندخلوا في عباد الله ديك اللائحه ديال مرات عمر واش نديروا معاهم لا الداخليه بالمفتشين ديالها وبديك المراه اللي بحال الراجل ما دارت والو ايوا واش ندير لك انايا ايوا ها ما تيقومش بشغلهم لانه تينتمي لشي حزب ماشي حزب وما تيبغيش يقول لي حق ولا نجبد لك شي حاجه ايوا صافي ايوا لا تبغي تفهم نتايا سيسي تاكل الورقه الوطنيه الفرقه الوطنيه تجي دير لك المحاضر وديك عندك الوكيل الدوله ماشي خايف على بلاصتو تيلوحك العكاشه هذاك في العكاشه تمشي تما تتمر تزوم كلشي ايوا واش نقول لك انايا
هادشي اللي عندنا في المغرب ما قال لي حق تطورنا وهذاك الاخر هذاك داك المروكي ديال اسمه ديك الدوله هذيك اللي فيها بالي فرنسي هذيك مونتريال قال لهم المغاربه غيدخلوا المغرب هذا العام بالكثره يا ربي يا ربي تزيد كورونا باش يموت واحد ما يدخل شوف هذا مشى المغرب غيبغي يبيع من الشيء ديال البيبيسيتي ديال المغرب المغاربه يمكن اليهود يا اليهود المغاربه غيدخلوا لا بد هذوك لما المغاربة واكلينهم في أراضيهم واكلينهم في فك العقار واكلينهم في الضرائب هذا قال لهم غادي يدخلوا تيطلق الدعاية زعما كاين المغاربة يدخلوا غيتصنتوا ليه وخليهم يبغوا يدخلوا الأسر ديال أمهم خليهم ما عندي أمهم حتى الحق باش يصوتوا ما عندهمش الحق باش يصوتوا ما باكين حق الوطن اش من الوطن راح تقود ما كاين الوطن لا والو النهار يعطيك الحق باش تصوت عندك الساعة الحشومة تتكلم مع شي واحد ديك الدولة ساكن فيها وتقول لي انا ما عنديش الحق باش نصوت يقول لك اشنو هادشي يقول لك انت ساوت افريكا هو ساوت افريكا وتصوتوا دوك عوازة ماشي داك عزيز اللي يسبني هنا داك من السنغال دابا ندور ندير لهم واحد شويه انا جاي في الطريق ما عليناش فاش كنا ساوت افريكا ساوت افريكا دارت الجزائر ايوا دوك عوازة ديما خرجت فيهم ربي خرج فيهم مع شي كورونا عندهم ازمة ديال كورونا نبقى ندير لهم ساوت افريكا يبقى عليهم كاش هذيك البخ هذيك ديال الابارتايد ما بقى لا ابارتايد لا والو هذا بعد الناس العالم كله بندم على الابارتايد كل خلاها كل تهنينا من لهم ما كاين لا هذا لا ما هذا ما عندناش فاش كنا كنا في ساوث افريكا قال لي هما المغاربه سوف يدخلوا المغرب ان شاء الله هذا راه هذا هو قال لي هو غادي يكون معاهم زعما كاين غادي يكون معاهم هذاك مول الكاميو العذراوي هذا سي العذراوي خلص خلاص الله يرحم باك تشجع علينا الفساد انت تقوم بالفساد واش انت الناس الجاليه ما عندناش الحق باش تصوت وانت متفق معايا لانك قلتيها البارح واليوم تقول لهم غادي يمشيو لا ما يمشيو حتى ياخذوا الحقوق ديالهم الحقوق اللي مشاو تدخلوا المغرب غير بالحقوق يشدوا من الحبس لا من حدنا هنايا بغينا الحقوق هذاك بوصوفه اما يجيب لنا الحقوق ديالنا ولا يقول ولا يعمل انتخاب اش ما كيدير تما هو ديك 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 الطليانيه هذيك هذيك من صراغ هذيك هذيك اللي يكون مرات تورينا الساق وتورينا الساق على الانفيتيشن ولا مشفروا شي واحد طاريو جابوا ليها وداك التليفونات مسروقه ما عندناش باش سوقنا هنايا تكون وزيره تكون القلاوي معني سوقي فيها هنايا لان هذيك حنا تنخلصوها تنخلصوها في الشراب واخا هذا حرام تنخلصوا لهم بالحلال فهمتي وبهذا راه بناو الفيلات وبناو وقراو لهم في المدارس ديال الخارج بهذا بفلوس ديال هذا وشوف فيا شوف فيا لا نتكلم معاك انا نتكلم معاك فين نتكلم نتكلم على حقي حقي اللي ما خدتوش هاد الشحال عام قال لي 52 عام في افريل شتي ودابا مني بنت حقي كلشي دار فيا قال لي شوي دوي دوي ايوا ما نتكلم ما على خاوه القحاب يسبوا فيك وقد المداويخ شتي قلت العرض تصروا عليا تصروا علينا الكلو غسلوا يديهم علينا الله يعين دين بابهم الكلب فهاد الجمعه يا ربي طيب حق علاش ندير واحد الدعوه ديال الوالدين ديالنا اليوم الجمعة فرحوا والديكم على ربي واش تقول يوم الجمعة ريبيتي ابري مو يوم الجمعة فرحوا والديكم على ربي هاليلويا مال فهمتي فلهذا وندير واحد الدعوة على هاد المفسدين اللي عندنا في الدولة المهم اللهم سد المهم كلهم الله يلقيها لهم الله يلقيها لهم كحلا زحلا في هذا اليوم الجمعة يا رب يا رب خذ لهم خذ حقنا خذ لنا حقنا راه مضيعين راه ما عطيناش الحق باش نصوتوا راه ولات خيبة التعاويد قال لك حقي قال لي قول للملك اش نقول للملك مالي ما نقول للملك ما قلت لكم الملك خليه في الثقة هذوك المستشارين ديالو هذوك القواويد هذوك حلا القرنا هذوك هما اللي خصهم يمشيو يقولوا لي راه فهمتي الشعبيه العازله اللي كاينين على برا راه ما عندهمش الحق يصوتوا ايوا هذوك خصهم يقولوا ماشي انا نقولها ليه ماشي انا نقول ليه انا ما عندي قلت لكم انا بيني وبين السلطان احترام ما عندنا لا عيط عليا يعطيني شي مدايه لخدمتي التشويه يعطيني مدايه ناخذ المعلومه بلا قريبه لا والو وما يدخلش لي هذاك اسمه هذاك اسمه الكاتب ديالو ولا هذاك ديوان المال ما يدخل لي حتى شي واحد ولا القحاب يبيع شنو فيا انا ما قال على بيع شنو يديروا لي كيما داروا لك المومني القضيه كانت صغيره زقت كبيره 10 سنين غاليه ما لحقنا لانهم ما قاموش بالشغل ديالهم كون داروا عملوا قاموا بالتعليمات ديال السلطان كون داكشي عطاوه وغبروه ونساوه لا مقا هذا بغا يدير تسمسرو بغا يعملو تسمسرو كيما دارو مع هاديك الدري اللي كاينه في انا قلت لكم البارح في كالي اسمو كالي كاليفورنيا كاليفورنيا لوس انجلوس ماشي لوس انجلوس ستيت اوف سان فرانسيسكو ستريت اللي فيها كتطول بحال هاكا هادي
هذيك اللي تاعي ثاني يبقوا عليها هذا تيسحب راسهم راه غادي ما عرفوش بين هذه تيشوه بهم. وهذيك القضيه راني تكلمت عليها مرات قبل يلا دخلت اليوتيوب تكلمت عليها، وكان عندي ديك الساعه عامين. وشوف تاج بدا اليوم هذا ديال كيسيمي عاد ما الحيله عاد بغا يدعيو عباد الله وبغا يديرو بلوكاج الفرونتير وبغا يديرو علاش؟ لانهم ما قاموش بالشغل ديالهم، ما قاموش بلا بروسيدور ديال لا ديسيبلين ديسيبلينار كونسي ا كونسي دو ديسيبلينار ما قاموش بها. علاش؟ لان كقرا مع ديك السكويله ديال الحنوجه اه ولا اللي قرا ماشي واحد بينك فينا حنايا يا حنا صافي حنا ولا لا الحين نشوف لك منى واش باقا تتكلم على الزواج. شفتك بلي تتكلم على الزواج مولا اش دخلك شي زواج خليهم يطلقوا ماشي سوقك ماشي سوقك فيهم اللي بغى يتزوج يتزوج ما بغاش يوم ني ولا الزواج بالفلوس ايوا واش مقبل انا نهار جوج جوج والو لا فرق الاول ها جوج لا حاسك انا وياه فهمتي ها ولكن كان عندنا هذا نشوف بدا نشوف هنا حاش انا نخلص لك راه تتخلصي هذه هي تخلص هذه فهمتيني ها ما كاين لاش اما باش تقولي لي المراه تشد فلوسها وتبقى تصرف على موالين دارها ولا ما نعرفش داك الشيء هذاك الشيء ما بقاش خدام ما خدامش على الاقل ما خدامش لا انا لا هي ما تسامحش فلوس لا ما يمكنش يخدم لا ما دابا ملي كان في العهد ديال جدودنا ما كانت لا ريشيس كانت ماشي ما تتحددش القيمة ديالها بالفلوس، كانت تتحدد القيمة ديالها باش بالإنتاج. الإنتاج أشنو الإنتاج؟ أشنو واش دخل بخ داري شاس وشنو؟ تاش عاش من الإنتاج أو من ولات فلوسة. هي العائلة اللي كانت عندها المونة ديال العام. صافي صافي سوسي قولي بصح على خير. هي اللي كانت عندها المونة ديال العام. عندهم 70 باكرا زيد 3 طون ديال الشعير زيد اكمل حمزه صافي مشى سدي عليه منى من هاد الصداع. انا فهادشي كلشي غنقول لكم لو مارياج ما كاينش بحال لو مارياج ديال النيه. المارياج هو جيف ان تيك، والمارياج بحالو بحال الرولات، اما تضربي الكحل ولا تضربي الحمر فهمتي. هذا هو لو مارياج. لو مارياج هو توكل على الله وهذا وخذ واعطي فهمتي. هذا هو المارياج. انا هذه فين هي هذيك رايبه كتما هذيك راني معاها من 1974 و45 زيد على هذا كان 74 و76 جوجنا هي شحال دابا 45 عام ديال الزواج ديال الزواج وعاد زيد عامين ديال يقولوا الحب دايتين فهمتي كيفاش ماشي داك اسمو التمر لا داك دايت الاخر ايوا جيب وحده جيبها معاك هذا جيب معاك بروسي ما عمرك ما شتيها خلتك ولا مر امك ولا صاحبة امك قدمتها لامك جابتها لها تلاقيتي معاها شنو ما كاين لا حب لا والو واش تجيبوها معاكم بحال شي نفاخه وقد تدلك فيها لا خلي المرأة خصك تعرف معاها وتفهمها وتفهمك وتعرف باش تبنيو انت هي غادي بالكار وربع من الحاجه ما كتحل الحانوت لا ديك ربع من الحاجه ولا العرس ديك الشوهه ديال داك العرس تسم ولا شي حاجه ما كاينش هذوك الفلوس حطوهم في العربون شنو واش العربون في الدار لا واخا فاش ما كان واخا تكون ديما في السكن الاجتماعي بعدا عندك واحد المعاد غدخل ليه تنعس في لاص في الدار ما كاين لا وبشويه دير المضارب والمضارب ديال السدادر والمسدادر ديال الغطا ومن الغطا ديال كذا وزيد بشويه انت ما بغيتي كلشي جيب لي ربعه من الحاجه مال دير ما تحل لي حانوت فهمتي ولكن هذا هو هذه العقليه اللي عندكم هذه العقليه ديال اشنا هي المراكي ما تقولش ما تقولش قال لكم العقليه ديال الحب الحاج معليش هذا هو هذا جيب لي هذا حق باها من باها ومن باها عنده فاش ما يعيشش هنا الا هنا ما كاين غير 50-50 هنا كاع الا بغيت نقول انا غادي نخلص البار البا اذا كان كاع بغيت البار على حسابي صافي دخلوا تما الناس تسكر مع راسهم هذا وانت خصك تخلصوا انت ولا
لا جيب لا لا اول انت ما عندك انت فين تسكن غير تمشي تسكني مع امي وتمشي مع امك قال لي قال لي تصنت لك دير فيها لا شيء البساله اول حاجه غادي تدبر لك الاعاله وتعاون العائله ديالك ولا ولا العائله ما عندكمش لوك تجمعوا الفلوس يحطوا العربون لا العربون في السكن الاجتماعي وتحولوا اولا ما تكريوش تبع السكن الاجتماعي هو الاول ما تدبروا عليه عندكم الروف ومن بعد بشويه بشويه واحد ما يعرفكم فاش تنعسوا انا نشيت لابارتمون ديالي الاولى ما كاين والو جاب الله لابارتمون كان جديده ديري لي هذيك الكاربيت ايوا بالخف جبت البوطاغاز جبت البوطاغاز وجبت هذا وهذا بشويه بشويه جبت لي فوتو جبت هذا وهذا دوزت السنين بعدا درت فيها فريزاج وجيت هنا عاوتاني حتى هنا جينا والو والو ما جينا والو ما فيه والو وبدينا الحمد لله وهذا والمرا ديالي نهار حملات عمرها ما خدمت عمرها ما خدمت حبست على الخدمه حتى انا الراجل الراجل ولا لا علاش فايت تمشي تخدم عنده الاولاد شكون يربيها هما ما عندي لا خالتي لا عمتي لا والو يخرجوا لي ولادي دروغي لا لا هكدا ريحي في الدار اللي قسم الله نشاركوه ولا حد ديال انا ما والو دابا ولاد خدامه دابا خدامه عندي انا دابا شنو الخدمه تتصبن هذا ولا هذه ماشي خدمه وتتوصلني من دائما في حالتي هذا ما نقدرش نسوق من تجي هي تهزني وتوصلني فلهذا ماشي هذا الجواج الجواج هو give and take والفلوس لابد لابد الفلوس فهمتي لان الفلوس راه هو السبب ديال الطلاق فهمتي وقت اللي كان الناس جاهله فهمتي هي كانوا جاهله فهمتي واحد يجيبها معاك اختي وصلت لي نايك اختي جيت سيت لي دولشي غابانا وانت ساكنه في البراكش داك الشيء كل شيء غابانا ولا ما دولشي غابانا اش هاد البساله هادي اختي بغات هذا وخويا بغى هذا وديك مرت عمي بغات هذا بغات اسمه داك دوك داك الشيء ديال الهنود ويلي شي ما بقاش وما كاينش دابا ماشي بحال بكري دابا عندك 20 كيلو ما تطلعش معك في الطياره وتزيد صيفط لي اش من صيفط لدينا المغرب حيت واحد قاولي انتي حبي الله اللي خرجت قال لهم الاخر غير الجالية غتدخل المغرب فيها تدخل المغرب الجالية القهر ديال المهم الحزقة فاش يشرو الديور ديالهم هنا في اوروبا تقول لهم سير دخلوا المغرب شنو يديروا في المغرب والمخير فيهم ساكن كاري في مونتريال مابقاش يقول لي اصحاب مونتريال اللي انا راه قلت لك عندي خويا راه من السبعينات هو تما باش عقل عليها ملي كنت ساكن في ايست لندن هو في كندا هو شنو تقول لي احسب لي انت من 77 ل 78 منين مات اسمه ايفيس بريزلي انا وانا لاس فيغاس دابا خلينا نكلمو قالوا لي كاين واحد السكويده ماشي سكويده معهد ولا هذاك اسمه في المدرسه العليا للتكنولوجيا عرفتي الدراري تما تيقراو وكاين دوك المعلمين دوك الاساتذه اللي عندهم الشواهد باش يقريهم ولا غادي يشكاو تيهددوهم بالطرد باش ما ينجحوهمش هادي المدرسه العليا ديال التكنولوجيا تهدد الطلبه لان هادوك المدرسين اللي بالشواهد المزوره اللي ينتمون للعداله والتنميه ما يبغوش يقريهم بغا يخرجوهم حتى هما فرصه وشو دابا عباد الله هادو القحاب باقين غادي يرجعوا لنا ولادنا حمير ما يقريهم لا هادي في الدار البيضاء انا ما نتكلمش على فاس ولا على فاس راه يبقاو كتبوا لي من فاس ولكن فاس ماشي سبيسياليتي خصو يتصلوا مع العضراوي هو اللي يتكلم ولكن العضراوي مرشي ما يقدرش يتكلم على المجلس البلدي ديال فاس انا نتكلم عليه انا ماشي فاسي ولا واحد كتب لي من فاس قال لي ديك الاميره خديجه راه مها فاسيه هي عرفنا مها فاسيه قال لك غادي يديوها لفاس باش تولي اميره في فاس السيد خوصه كراك فاس ما فيش البحر فاش دير فيها ديال فاس فاش ديال فاس ها زي وداك ما واخا تكون مها اسمها فاسيه ميزه تزاد ميزه تكون بنت الملك تولي البنت ديالنا حنايا حنا غنجيبوها الاميره الدار البيضاء وانت عاود كراك كاين لا مها فاسيه لا والو الاميره غادي تجي للدار البيضاء ولا ما سكتيش غادي نهجموا عليكم من الدار البيضاء فهمتي ولا دوك المحبين ديال الماس اللي كاين عندنا في الدار البيضاء نسيفطوهم نخرجوهم نسيفطوهم لكم الفاس تقعد معايا ديك الساعه سكت
الا جبنا راه فاش جبنا لي علاش عندنا المحبين ديال فاس ديال الماس كلهم عندنا في الدربيدة لان داك المحبين الا ما كانوش الماس معنا جمهور الجمهور ديال الماس راه ساكن في الدربيدة لي زين ميغري بحال قلت لك اسمهم ديال فلوريدا هذوك الهسبانيش هذوك شكون هذوك الماتش ديال الكره يدخلوا لهم غير المكسيكان يوم الامريكا ما قليل بحال بعدنا حنا هذيك الماس محبين ديالنا عندنا في الدار البيضاء الا ماشي شوف العضراوي اللي ماشي من الفاس ودوز مرة شحال في الدار البيضاء تجرينا عليه لكندا مالي هذه هذه المدرسة هذه تشكو منها الناس هذه المدرسة نقول انت الموجه وهذا النداء داك شنو يقول العميد ولا المدير شنو اشوف اسمع لي هذاك العامين ديال ديك المدرسه اشوف قري الدراري بارك وقول لك المدرسين دوك المدرسين يعني الشواهد المزوره ينتمون للعداله والتنميه هادوك خصهم من دوك قرروا الدراري يفسروا لهم وعمقوا معاهم في الدرس الدراري باغا تقرا غادي يخلصوا الفلوس نتوما باقي عليهم هذا التهديد غادي نسقطوك ديريكت واحد تقوي على دين باباك بل المعهد ديال باك القحاب تو عليكم قال لي واحد تفزع التليفون واش اللهم نفلع واحد الدري قال اسمه سميتو زكريا زكريا مار وتحية خليني نتكلم يرحم باك هذا اي مونامي لو بلاك اسمه سيديكي كوندولا تتسب فيها والقحباتين تتسب فيها ما بغاش يحشم انت ساكن عندنا في البلاد حارق تسب فيها راح تقود أنا تقوم قاعد يقول لك الملك وين جابكم؟ أنا جابكم كان يحرقكم من الأول أنا تصير عليه تقول احنا الملك ما كاين لا الملك لا والو معايا أنايا دير ما تخسر الهضرة نخسر معاك الهضرة راح تقود سير عند البوليس قول لهم راه بدا يقول لي كحل ولا سود إيوا رد باك دير ماك احترمني ولا قول بحالك راني بعدا حبسك صافي مابقيتش نتهنى غادي نتنرفى معاك ندي ولا غادي نوض ديك اسمها التنشن في الدار البيضاء تحية لعبدو عبدو مي وبي توفيق داير ستريت تا هو مزيان هذاك وحمزه بو سبع حمزه بو سبع وتحيه لهذا الدري هذا ميد ندوز ليا داك الروبورتاج ديال اسمو داك الخراز الجزار مال الخراز عاد لقى داك البوليسي حنا شنو هذاك ها هو قال مشتي انا ما نكذبش ايوا هذا غادي نقولوا حنا هذه شحال اللي قلنا العام الجاي هما تيقولوا فيها اليوم خليني نمشي بحالك ها دابا على بني ملال بني ملال شوف عباد الله هذا واحد المنتخب بغى يترشح في مرفاش بغى يدوز البيش ديال الدكتور ديالو والشهاده اللي عنده مقال لا شنو اجازه ولا لا ماشي عنده مزوره ايه ومحشم راه هذا واحد في المجلس البلدي ديال بني ملال ها هو بغى يدوز الدكتوره وعقوبه بان هذوك لي ديبلوم اللي عنده مزورين شتي هذا يعني واحد قاري ما قاريش قاري تقول انت واحد مدرسة التكوين المهني تا هما الدراري الطلبة تيسوفريو تما تيسوفريو في الدار البيضاء اش من التكوين المهني ملي كانوا تيقراو التكوين في الثانويات القسطلاني كامل ماتي اسمها الخوارزمي ابن طفيل لا لورلوج لورجري هذاك ديسي القبة وزيدو مولاي يوسف كانوا الناس يقراو تما مولاي عبد الله كان فيها التكنيك ايوا جاو بلي عمك حيد باعوا الماتيريال ومقعنا وقال نديروا لهم المعهد المهني المره الثانيه سير تقول سير تصد عليك الري لكن نهار الجمعه وانا ما كنت نخدم الناس خارجه تقصر ولا تقصر بين الدنيا مسدوده يلا وراك وعاود نكرك فهمتي الاخ المواطن ما تقلقش الله يحبك ما تقلقوش مني التيني الفوني مي تشوف واحد تياكل لك رزقك وتيتنز عليك واش متنيرباش ها وشوفوا هاد الناس اللي كاين داك اسمك الدربله قادر مولاي شريف الناس كيفاش تغوت شتي واش هما سرهم تيغوتي صوتوا عليهم ما تصوتوش عليهم صوتوا على الحزب ديال زيان ولا صوتوا على ديك بودني ولا شمالك بودني ولا بلا فريج وقول لهم ما بقاش يقلبوا بعضياتهم بهذوك تما صوتوا عليهم وما تصوتوا على حتى شي ولا قحبه حتى واحد صوتوا عليه ما كاين لا سجيد ولا بن عبد الله ولا الاكثر ديك العنصر هذاك العنصر واحد العنصري ما يسواش هذاك اللي خصو يمشي بحال هو شحال من عام هو رئيس يمشي يقوي بحال ما عندنا ما نديرو به فهمتي ها العام ما تصوتوش عليهم في الانتخابات صوتوا على الحزب ديال زيان اللي ما خشوه في الحبس راه باغيين يخشوه فهمتي
زيان واسمه ديك بودني بلا بوني بلا وداك بلا فريج هادو صوتوا عليهم ما تصوتوا حتى شي واحد ما كاين الاصاله ولا عصره ولا اسمه الهمه ولا ماشي الهمه ماشي قلنا الهمه اللي بترشح يترشح الكرو ما يجيوش لينا صحاب الريف يترشحوا لينا حنا خرجوا على الريف خرجوا على باعوها باعوه بنا لوطيلات في مربيه يلا جماعه 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 اخ المواطن ما تنساش تبرك وتعاود الكراك وتابوني سبسكرايب و شاركوا وفرقوا وبارتاجي واعمل لايك واعمل ديسلايك واعمل ديك ام و سيني سيني عليا ماشي صافي قلت لي مولا ما شحال من فيديو درتي مولا ما درتش لا فيديو واش راه تيبدا يحرقوا لي في الفيديو ولا تنصيفتهم ما كاين والو ايوا هادشي اللي كاين يلا يلا يور لاست اوردر اذر بار بليز يور لاست اوردر البيرة هذي زوينة عجبتني البيرة ها شنو هو بغيت دوق شنو من الكاس ديالي اسير دين المغار كورونا ما نقدرش ندوق من هنا ها تبغيت وحده هاي نبيع انت بغيت وحده زين انا 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 شكون مخلص توني انت 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 اليوم اليوم ديالك انت شحال من البيرة ثلاثة ولا ستة ثلاثة ثلاثة وحدة ليا ياك ها هو ناخذ انا خذوا جوج من الفريجيدير حتى تجيب لهم بيرات تنقريهم تنقريهم على 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 البيرات باش ما نبقوش هادو هادو تعرفوا هذيك ستوك ولا ليتر ولا ليتر اللي تيشرو ديال الكوزينه تيبقى ياكلوا السردين هما الدواء لا هما غير البربه ولا شي من الكول مالناش وكذا انا تن 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 يلا سي يلا ladies and gentlemen finish your drink and piss off it's a time to go home قال لي واحد ورينا لك لا لا يا خويا يا هادشي راه ما كتبناش هذا الشيء راه قال الى السلطان هو اللي قالها قال لهم خدموا له قولوا بحالكم قال لهم باللغه العربيه اوف كورس وحنا ترجمناها باللغه الزنقاويه فهمتي قال لهم اللي قال لهم المغربي اللي هو رجاله زعما كاين انا وهذا 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 ملي واش نوا واش فاكين الجمعيات الجمعيات شنو الجمعيات ما خصنا جمعيات ما خصنا جمعيات ما خصنا برلمان ما خصنا والو خصنا سد البرلمان دخل الجمعيات الحبس دخل الوزارة الحبس وخلي الملك هو اللي يحكم ديريكت غير ما يجيبش لنا كاسمو اسمو هذاك اسمو هذاك منير الحجيمي ولا ما شنو كسمي هذاك ما يجيبش لنا داك ديال الكلب تيهدد عباد الله بالقتل قالوا لي مابقاش مخدم معاه مزيان دارا أحسن يجري عليها ولا شوها المجيمي ولا المجيدي ولا المجيدي ولا ماشي هذا أنا 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 خدام مع الملك ملي خدام مع الملك ما خدام فابور تنخلصوك ها هي داك البيجي تياخذ الملك في العام عرفت شحال نعطيه من مليار راه بغيتي يخلصك من ديك الفلوس ديالنا حنايا من الخزينه راه حنا نخلصو هذوك نخلصو داك هذوك اللي يلبسوا الصرا والمخدرسين يقول الله يطول عمر سيدي هذوك نخلصو العام كلشي خارج من هذا من الفلوس الخمر ها من الفلوس هذا رد بالك ها دوم يعني فايفه فهمتي ما عليناش يلا سيدي يلا يلا مراك وقف قف قف لحقنا قربنا نلحقوا ثاني 40 وغادي نقعدوا مع المتفرجين والاخوان اللي ما سلمناش عليهم تنسلموا عليكم من هنايا راه ما نسيناكمش ما نسيناكمش تنقرا اسمو تنقرا اسمو داك الكومونتير كل واحد تلعب لهم ديك ديك اسمو هذيك ندير لكم هذه وندير لكم ديك ام ما تنساكمش راكم راكم داخلين لي في القلب اه واش اللهم ندخل القلب نقول الله يطيرني قال لي واحد انا غنمشي عند عزوز ماشي سوقي انا غنمشي عند عزوز ان شاء الله يحلوا يحلوا لنا الحدود داكشي غنمشي عنده ما كيف اللي بغى يقول شي حاجه يقولها اه مالها يقول لي واش ترجعوا السيد هذا دخلوا سوق كراكم راه قلنا لك المغرب برجاله ما هذا الحق هذا هذا ما شنو هو السيد يتكلم على هذاك حنا الباع هذاك هذاك الدري تكلمت عليه على حاجه وحده باش عرفوها لان هذوك اللي تيكونوا خدامين مع الملك ولا خدامين في شي اداره ما تينفتوش تيخليوها يخلوها حتى الكبار اما كون هذاك دي اكت اون دي اوردر اوف ذا كينغ ستريت اواي ما يبقاش هذا المشكل فهمتي تيبقاو كيما داروا مع هذه هذيك كتبات الشكايه بهذاك المديمي ولا ماشي المديمي بومهدي قالت لهم بغي هذا
ويرجعوا لها يقول بوهي داروا لي بوهي اشتي جاب الله هي بالحرفة ما قدوش ودير في علم القبل قول بوها لأنهم ما قاموش في الشغل ديالهم الحاجة صغيرة وتيبوها لا 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 وخي يكون كوميسي وخي يكون قاري مع الحمدوجي الحموجي يقرأ مع من بغي يقرأ اللي الحموش احنا نخدموه مثل الحموش اش من مثل الحموش حموشي موظف وصافي شاف جاب الله عنه يخد القرات الله فيه حتى القرات وصافي ما فاتش شي حاجه لينا احنا علاش يا ماشي يدير لنا نخلصوه نخلصوه باش يقابل المخابرات يفرقع الخابيات قلت لي فرقع خابيه معليش احنا العقد 41 صافي يلا درت ناقص ما زال يلا قف 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 شو بحالنا داخل احنا العقد درنا ناقص نزيد واحد اخوان الله يطول عمركم اسمحوا لينا اذا خرجنا على قل الادب ليه هو هذا الى اللقاء.